اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده هيبقى فيديو خفيف كده، هنجاوب على مجموعه من الاستفسارات اللي جات لي في الفتره الاخيره، وانا جمعت الاستفسارات دي كلها قدامي بحيث ان انا ابدا اجاوب عليهم واحد واحد كده باذن الله ونوضحهم. انا طبعا كل اللي بعت لي استفسارات رديت عليه، بس الناس طالبه مني ان انا اشرح بالتفصيل، فان شاء الله نوضح كل حاجه مع بعض النهارده، وعشان كمان لو حد عنده نفس الاستفسار يقدر ان هو يستفيد من المعلومة بإذن الله. اول استفسار كان جالنا عن موت الفروخ في سن الفطام. طبعا انا كنت عملت مجموعة فيديوهات او سلسلة فيديوهات من اول وضع البيض لحد الفطام، وشرحنا كل حاجة بالتفصيل، وكنت بعمل لكل نقطة فيديو مخصص بحيث ان انا اوضح المعلومة على قد ما اقدر. في الفيديوهات دي بدأت اشرح ليه انا بعمل الخطوات دي عشان افطم الفروخ على خير. هي هنا بتتكلم عن موت الفروخ في سن الفطام. طبعا انا كلمتها مكالمة تليفون امبارح، كانت هي اتصلت عليا وشرحت لها كل حاجة، بس برضو هي محتاجة توضيح اكتر. موت الفروخ في سن الفطام انا قلت لها السبب الكبير او السبب المهم ان الفروخ دي ما كانتش واكلة. تمام، ليه ما كانتش واكلة؟ هي اللي هي شرحتهولي ان هي خدت الفروخ ديت نقلتهم في المطار مع الطيور الكبيرة، واحنا قلنا يا جماعة ده غلط، ده غلط جدا. انا اخر 3 4 فيديوهات في السلسلة بتاعت فطام الفروخ قلنا اول خطوة، تمام بالراحة خالص اهو، ان احنا هنشيل الفروخ من داخل العش، نبدأ نحطهم مع الاهالي في ارضية القفص او في ارضية العين. طب ده ليه؟ انا كده بشجع الفروخ ان هي تخرج من العش، طالما الفروخ ريشت وخلاص بقى فيه قدرة ان هي تخرج بره العش، طالما انا مدفي المكان كله مفيش مشكلة ان انا اشيل الفروخ وابدأ اخرجها بره العش مع الاهالي في ارضية العين واقفل العش تمام. ده كان فيديو وشرحنا قلنا الموضوع ده مهم جدا، بس بمجرد ما هطلع الفروخ ابدأ بقى احط عش فينو، ابدأ احط على طول حاجات طرية بحيث ان انا اخلي الفروخ دي تبدأ تقلد الاهالي في الاكل، يبدأهم يتعلموا من الاهالي ازاي ياكلوا كده. انا بشجعهم على انهم يكتشفوا حياة جديدة، ده لسه طفل مش فاهم يعني ايه ياكل لوحده او الكلام ده كله زي الطفل بالظبط، فاحنا بنعوده خطوة بخطوة. طيب قلنا ان المرحلة دي مرحلة خطر. ليه مرحلة خطر؟ بتبقى الفروخ مثلا في سن 3 اسابيع شهر خلاص ريشت، والزوج ممكن يكون عايز يخش في دورة انتاجية جديدة، فايه اللي يحصل؟ بالتالي يبدأ الاهالي يضربوا الفروخ. فقلنا مجرد ما هنطلع الفروخ عشان نشجعهم على انهم يستكشفوا المكان، هنفصل الانثى ونحطها في المطار، كده بقى الذكر معاه الفروخ فقط، فهو مش هيفكر بقى في الانتاج، كل اللي هيفكر فيه ان هو ياكل الفروخ. يبقى الذكر بياكل الفروخ، مفيش انثى مع الذكر عشان ما يحصلش افتراس او ضرب من الاهالي. كمان انا كده الفروخ هتشوف الذكر وهو بياكل، فانا كده بشجع الفروخ ان هي تاكل زي الذكر، ده اول حاجة. طيب المرحلة اللي بعد كده قلنا ان احنا هنشيل الفروخ دي نحطها في عين لوحدها، تمام، وتبقى عين صغيرة قد العين بتاعة الاب والام. ليه؟ ليه ما بنحطهمش على طول في مطار؟ لازم انا دلوقتي بنقلهم خطوة بخطوة، نقلتهم من المجتمع بتاع الاب والام لمجتمع خاص بيهم، بحيث ان هم يبقوا كلهم في سن واحد اللي هو سن الفطام، فيقدروا ان هم ياكلوا، ما يبقاش في عصفور كبير يضربهم او يمنعهم ان هم ياكلوا، لان هو اصلا لسه الفرخ ما بياكلش وجبه مشبعه. وقلنا برضو ان احنا في الفتره دي لازم نشيك على الاهالي ونبدا ان احنا لو الفروخ مش واكله ناكلها وجبه تاكيل يدوي، واحنا شرحنا التاكيل اليدوي على القناه. ده كان تاني فيديو ان احنا قلنا هننقل الفروخ في مكان لوحدهم ونبدأ ان احنا نشجعهم ان هم ياكلوا، وانا بنقلهم في عين لوحدهم ممكن احط معاهم فرخ اكبر منهم حاجة بسيطة، يعني يكون مفتوم قبلهم باسبوع باسبوعين. طب الفرخ ده وظيفته ايه؟ وظيفته برضو ان هو هيبقى بياكل لوحده، فهيعلم الفروخ اللي لسه مفتومة ان هي تاكل لوحدها. طيب قلنا بعد كده هناخد بقى الفروخ دي نحطها في مطار الشبابات. يبقى انا خلصت كده مرحلة الفطام واتطمنت ان الفروخ كلها بتاكل، ابدا انقلها لمرحله الشبابات اللي هو مطار تاني خاص بالشباب. يبقى انا كده ماشي خطوه
بخطوه، وده كله انا شرحته في الفيديوهات. والله ارجعوا للفيديوهات هتلاقي تفصيل اكتر من كده وشرح على الطيور نفسها. الشبابات برضو هيبقى كلهم في سن الشباب سواء ذكور او اناث، وهيبقوا بياكلوا مع بعض وتبقى الدنيا ماشيه تمام. بعد كده لما يخشوا على مرحله الانتاج قلنا ان احنا بنفصل الذكور لوحدها والاناث لوحدها، بقى الذكور في مطارات لوحدها والاناث في مطارات لوحدها، ما بنسيبش الذكور مع الاناث. كده انا خطوه بخطوه اهلت الفروخ من خروجهم من العش لنقلهم لعين مستقله، بعد كده لنقلهم لمجتمع هم عايشين فيه. ده كله اسمها خطوات، ان انا بشجع العصفور ان هو يعتمد على نفسه. ما ينفعش بقى ان انا اعمل زي ما هي عملت، اشيل الفروخ من مع الذكر والانثى على طول واحطهم في مطار مع طيور كبيره. ايه اللي هيحصل؟ ده فرخ في وسطهم مش هيعرف ياكل، ممكن اصلا يجي ناحيه الاكاله العصافير الكبيره تضربه، تمام؟ عشان العصافير الكبيره بتبقى عايزه تاكل. طب ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن كمان غير حته ان هو مش هيعرف ياكل، ممكن العصافير الكبيره تترخم عليه، تفضل تضربه تنتف في ريشه فالعصفور يتبهدل مني. لا، يبقى انا احطه مع سنه، احطه مع سنه عشان لا يحصل ضرب ولا يحصل ان العصفور ما يبقاش عارف ياكل بسبب ان معاه عصافير كبيره. وابدا ان انا ايه اطمن على العصفور باستمرار لحد ما اطمن ان هو اكل لوحده. تهيألي كده انا شرحت كل حاجه بالتفصيل في النقطه دي. طيب تاني استفسار معانا، رمي البيض، تمام؟ ان الجوز بعد ما بيفضل رائد 15 20 يوم بيبدا يرمي البيض. طبعا هو العصفور بيبقى فاهم، سبحان الله، طالما العصفور رمى البيض اعرف ان البيض ده يا اما غير مخصب يا اما فاسد، يا اما البيض غير مخصب يا اما البيض فاسد. هو مش هيرمي بيض سليم، العصفور مش هيرمي بيض في جنين حي، سبحان الله. دي كده فطره من ربنا بيحطها في العصفور بيخليه يقدر يميز البيض المخصب من البيض الغير مخصب. طيب كده احنا عندنا مشكلة، وهي ان مفيش تخصيب من الذكر. نبدأ ان احنا نقدم وجبات التخصيب، ودي برضو انا عملت عنها 3 فيديوهات عن التخصيب بس. اول فيديو في بداية الموسم لما كنا عاملين وجبة الجزر المبشور وقلنا هنضيف عليها ايه، نضيف عليها جنين القمح وحبوب لقاح وطلع النخل. قلنا هنضيف جنين القمح وحبوب لقاح وطلع النخل، وعملت فيديو عن الموضوع ده وما شاء الله بيجيب نتائج مذهلة وبيخلي التخصيب فعلا رهيب وحاجة طبيعية مش هتضر الطيور. انا لا بحط سيلينيوم ولا بشتغل بفيتامينات، انا بشتغل بحاجات طبيعية هتعلي معايا التخصيب والتحفيز عند الزوج للانتاج والتزاوج، وهتخلي ان شاء الله البيت كله مخصب ما شاء الله. طيب ده اول وجبة اللي هو الجزر المبشور. طبعا الجزر نفسه اصلا بيزود التخصيب. طيب بعد كده عملنا الفيديو بتاع وجبة الحلبة، وقلنا ان الحلبة مخصب قوي جدا وانها سحر مع الطيور. وجبة الحلبة ديت قلنا نقدمها منقوع او نقدمها مستنبت، بس يكون لسه في بداية الاستنبات عشان ناخد اعلى قيمة غذائية. بعد ما قدمنا الحلبة ضفت عليها مكون كمان اللي هو الجنزبيل. الجنزبيل ما شاء الله بيزود معايا التخصيب والتحفيز جدا عند الطيور، وهيخلي البيض كله مخصب. طبعا ادم بيلعب ملناش دعوه بيه. طيب كده دي تاني وجبه. تالت وجبه وهي الخضروات، قلنا نقدم جرجير او نقدم برسيم او نقدم كزبره بقدونس، كل الحاجات دي بتزود معايا الخصوبه، تمام؟ وطبعا اهمهم الجرجير والبرسيم، وشرحنا فوائدهم بالتفصيل في الفيديو، وقلنا ازاي هنغسلهم وازاي هنقدمهم، وقلنا كل حاجة عن الخضروات. فالثلاث فيديوهات دول اللي حابب يرجع يشوفهم هيفيدوك جدا جدا في تخصيب الطيور، وهيفرقوا معاك تماما في تخصيب الطيور. طيب هي قالت لي بقى انت عملت مشروب عن الجنزبيل، هل الجنزبيل لما انا اقدمه كمشروب هيأثر على الطيور؟ لو الطيور بقى رقد على بيض اصلا، لو الطيور رقد على بيض احنا بنقدم مشروب بالجنزبيل او مشروب رفع المناعة اللي هو جنزبيل وقرفة وليمون وعسل، بنقدمه مرة واحدة في الاسبوع. فانا لما بقدم مشروب مرة واحدة في الاسبوع مش هيشتغل معايا محفز، هيشتغل معايا كرافع مناعة. غير ما اقدم وجبات تحفيز كل يوم، يبقى انا كده هنا في فترة تحفيز او فترة تجهيز للزوج
وبعلي معاه الخصوبه وبعلي معاه التحفيز والقدره على التزاوج. يبقى هي هنا بتختلف على حسب انا هقدم الجنزبيل ده جرعه قد ايه، جرعه يوم في الاسبوع ولا هقدمه على 3 4 وجبات في الاسبوع. طبعا هنا بتختلف لو انا مقدمه كرفع مناعه او مقدمه كتحفيز. والجنزبيل فوائده رهيبه جدا، ارجعوا للفيديوهات انا شرحها بالتفصيل. كده اتكلمنا عن تاني حاجه وهي رمي البيض، وقلنا ازاي نرفع الخصوبه، وقلنا الثلاث وجبات اللي احنا اشتغلنا عليهم عشان نرفع الخصوبه. طيب في حد بعد كده بعت لي استفسار على الواتس عن التسييف، يعني كل اللي فوق ده كان مكالمات تليفون والله، وانا كمان برد على مكالمات التليفون، واللي كان بيكلمني قسما بالله عارف ان انا ببقى على طريق ورايح شغلي، ومع ذلك بحاول ان انا ارد على الناس على قد ما اقدر. طيب موضوع التسييف يا جماعه، قلنا ان التسييف في حد ذاته مش مرض، تمام، وهفضل اقول كده. التسييف بيبقى عرض لمرض، يا اما العصفور عندك مريض وانت مش عارف تعالجه فبيخس، يا اما العصفور عندك ما بياكلش اكله مشبعه، تمام، زي اللي بنشوفه في المحلات ان هم بيحطوا له الدنيبه، وطبعا العصفور ما بيشبعش، والدنيبه ما فيش فيها قيم غذائيه كربوهيدرات او بروتين، فيها املاح معدنيه بس، وما بتشبعش العصفور او بتشبعه بس ما بتديلوش القيمه الغذائيه اللي هو محتاجها، يعني هي الياف، فمجرد ان هي بتملى بطن العصفور لكن ما فيش قيمه غذائيه، فالعصفور بيبدا يخس لان هو لا لاقي احتياجاته من الكربوهيدرات ولا احتياجاته من البروتين. فهنا لازم نقدم تغذية متنوعة ومثالية للطيور عشان الطيور بتاعتنا ما تضعفش مننا، ما نسترخص في الطيور. وطبعا الفلارس والبلكم وصلوا، يعني الفلارس بقى ب75 والبلكم بقى ب50، فيعني ربنا معانا. ولسه هنتكلم دلوقتي عن بديل الحبوب وازاي نشتغل بيه صح. خلينا في التسييف. لو الطير بقى مريض، لو الطير مريض انا ببدأ الاول ارفع مناعة الطير، طالما الطير لا عنده اسهالات ولا عنده افرازات في الانف ولا عنده حاجه واضحه عليه، ربنا يستر وادم وما يوقعش التليفون، العب بره يا دودو. طيب ببدا ان انا ارفع مناعه. احنا عملنا فيديو 2 و3 و4 عن رفع مناعه الطيور بطريقه طبيعيه سهله جدا. قلنا اول حاجه نبدا بخلطه الحبوب. خلطه الحبوب عملت انا فيديو كنت كاتب اسمه مضاد سموم طبيعي. يعني ايه مضاد سموم طبيعي؟ يعني انا عايز اطمن ان الخلطة بتاعتي دي انا طهرتها ومش هتضر الطيور، لان برضو الاستاذة اللي اتصلت بيا كانت بتقول لي ان هي جايبة خلطة حبوب جديدة لما الفروخ عندها ماتت، خلطة بلكم جديدة، فممكن الخلطة تكون متخزنة، تكون قديمة، يكون وصلها رطوبة. فانا مضاد السموم الطبيعي شوية اعشاب طبيعية، جنزبيل وكمون وكزبره وملح وحاجات كلها مش هتضرني في حاجه وهترفع معايا مناعه الطيور، لان الحاجات دي مفيده جدا ومعاهم القرفه برده مفيده جدا. كل الحاجات دي بضيف منها جرامات بسيطه، لو 5 جرام من كل نوع على كل كيلو خلطه حبوب. طبعا في ناس بتشتغل بمضاد سموم اللي هو البيطري، بس انا بحب اشتغل بالطبيعي. ده اول فيديو اتكلمنا عنه في رفع المناعه. تاني فيديو اتكلمنا عنه في رفع المناعه يا جماعه وهو خلطة التعفير. خلطة التعفير هي نفس مكونات خلطة مضاد السموم، بضيف عليها كمان كركم، وبضيف عليها جنزبيل، وبضيف عليها قصدي كمون، تمام، مع اللي انا قلته، كركم وكمون وجنزبيل وقرفة وملح، تمام، كل دوت بضيفه وببدأ ان انا اعمله مع البقسماط، تمام، يعني اخد ربع بقسماط. وانا شرح خلطه التعفير بالتفصيل في فيديو برضو ارجعوا له. والخلطه دي انا بحط منها معلقه صغيره، تمام، على الايه، على الطري او المستنبت او المنقوع، اي حاجه بقى طريه، اي حاجه هنقدمها كوجبه طريه، رشه كده بسيطه على الوجبه. الرشه دي هتريحك من امراض كتير، هتساعد معاك ان العصفور دايما تبقى الجهاز الهضمي بتاعه مظبوط، اداء الجهاز الهضمي كويس، تشتغل معاك كمطهر للامعاء، تشتغل معاك تظبط الاخراج. هتلاقي الطير واقف فايق بيستفيد بالاكل اللي انت بتقدمه، في عمليه هضم، في دايما نشاط وحيويه في الطير. فليه ما نقدمش الحاجات الطبيعيه اللي هترفع معانا مناعه الطير؟ دي تاني نقطه.
ده كده تاني فيديو في الايه، في رفع المناعه. تالت فيديو اللي عملناه عشان البرد، قلنا يا جماعه نقدم العسل بالليمون، معلقه عسل ابيض تمام على مج ميه كبير، ميه مغليه، وهنعصر عليه نص ليمون تمام. بعد كده بكمل المج ده في لتر ميه، يعني بكمل المج ده اما اقلب العسل واذوبه والليمون اكمله في لتر ميه، وابدا اوزع لتر الميه على المسائي، ونقدمه مثلا الصبح نشيله اخر النهار ومفيش اي مشكله. الطيور هتشرب منه، هيدفي الطيور، في مضادات اكسده، في مضادات حيويه، هيرفع معاك مناعه الطيور جدا. لو انت مش عارف تدفي الطيور صح، ومن ضمن الاتصالات اللي جات لي واحد بيقول لي انا حاططهم في بلكونه وقافل القفص كله، سايب بس الباب اللي بيحط منه الاكل، فطبعا ده غلط. واحنا شرحنا برضو التدفئه، وقلنا يا جماعه تدفئه الطيور مش بالطريقه دي. انت دلوقتي لو انت قاعد في اوضه مقفوله والاوضه دافيه جدا، مجرد ما الباب، طرف الباب بس يتفتح، ايه اللي هيحصل؟ هيخش تيار هواء هيبردك وهتعطس وهتلاقي مناخيرك ثابت. ليه؟ لانك قاعد في فرق كبير، فجوه في درجات الحراره بين داخل القفص بتاع الطيور وبره القفص. فما ينفعش ان احنا نقفل القفص تماما كده، يبقى القفص درجه الحراره جوه مثلا 27 28 ودرجه الحراره بره 14. الفرق الكبير ده انت هتعادله ازاي؟ فانا بقفل على المزرعه من بره، انا مقفل المزرعه داير ما يدور عندي في البلكونه بسلك، ومقفل مشمع على السلك من بره. طب ايه اللي هيفيدني لما انا اقفل المشمع على السلك من بره؟ ما بقفلش بقى على الاقفاص. تقفيل الاقفاص غلط كبير جدا يا جماعه، محدش يقفل الاقفاص لا بستريتش ولا بمشمع. ولو هتقفل الاقفاص سيب الجنب اللي قدام كله مفتوح، سيب الجنب اللي قدام كله مفتوح. لو هتقفل الثلاث جوانب وهتسيب جنب كامل مفتوح، لكن مكان الباب بس ده غلط جدا. انا هنا كده الفرق بين درجة الحرارة بره المزرعة عندي مثلا تبقى 18، جوه تبقى 22 23 24، يبقى انا ما عملتش فجوة كبيرة، ما عملتش فجوة، ودرجة حرارة المزرعة كلها واحدة، درجة حرارة المزرعة كلها درجة واحدة. احنا قلنا ان العصافير من 22 ل 28 الدنيا معاهم معقولة ويشتغلهم ويبقى الجو بالنسبة لهم مناسب، لكن حتة انك تقفل على القفص تماما ده غلط كبير جدا. كده العصفور بتاعك كل ما يبدا يتعالج انت بتخليه يتعب تاني، كل ما يبدا يتعالج ما هو الدواء مش هيعمل حاجه، لان السبب الرئيسي لان العصفور يتعب هو لسه السبب ده مستمر، انت ما عالجتش السبب اللي بيتعب العصفور. دي كده نقطه التدفئه قلنا نشرحها برده، وانا عامل 3 4 فيديوهات عن التدفئه، وعملت برده مشروبات تعلي معانا مناعه الطيور غير الليمون والعسل. كنت عامل مشروب للجيوب الانفيه وللحلق وللسعال والعطس والكلام دوت بتاع الطيور. قلنا المشروب كان ينسون وزعتر وقرنفل، ينسون وزعتر وقرنفل، اغليهم يا باشا لنفسك انت كمان اشربهم. انا لما بيبقى زوري كده في بلغم او حاجه ببدا ان انا اعمل المشروب ده ليا ولاولادي. ينسون وزعتر وقرنفل اقوى يا باشا حاجه تنفسيه، هتريح معاك صدر العصفور، ولو انت شربته مفيد جدا ليك تمام. بدل ما نروح نشتري مضاد سعال وموسع للشعب الهوائيه، لا انت كده معاك موسع للشعب الهوائيه طبيعي، ده هيحميك من التقلبات الجويه اللي احنا بنتكلم فيها والاختلاف الكبير في درجات الحراره. وانا دايما في فيديوهات التهويه بقول ان احنا لازم يبقى فيه ثبات نسبي في درجات الحراره. يعني ايه ثبات نسبي؟ يعني نسبه التغير في درجات الحراره العصافير ما تتاثرش بيها وما تحسش بيها، ما يبقاش العصفور درجه الحراره عنده مثلا حاجه و20 وفجاه تبقى 14، عصفور خلاص تعب بسبب مش ان الجو برد، ثواني يا دودو، مش بسبب ان الجو برد، بسبب ان درجه الحراره اتغيرت فجاه. يعني ما ينفعش العصفور يبقى جوه الشقه وتخرجه بره، او يبقى بره وتدخله جوه، كل ده غلط. رجعوا الفيديوهات التهويه ان شاء الله تستفيدوا بيها جدا. طيب قلنا كمان في وجبات بترفع معانا مناعه الطيور زي ايه؟ قلنا عندك كل الحاجات بقى اللي فيها فيتامين سي، من اول الليمون، البرتقال، الجوافه فيها فيتامين سي كويس جدا، الفلفل تمام. قلنا كمان الحلبه جميله جدا بتدفي الطيور،
كل دي حاجات انا ممكن اشتغل بيها. بتكسل اشتغل بيطري يا باشا، او اشتغل بشري، يا اما تجيب فيتامين سي بيطري، يا اما تشتغل بشري بفيتاسيد، ومع الفيتاسيد هات هيدروسيف كمان عشان يبقى نسبه الاملاح المعدنيه مظبوطه في جسم الطير. كده انت ظبطت الطير ورفعت مناعته ضد نزلات البرد. تمام. اخر مشروب كنا عاملينه في موضوع نزلات البرد اللي هو الجنزبيل والقرفه، تمام، على الليمون والعسل. كوبايه ليمون بالعسل، بس هنحط عليها طرف معلقه جنزبيل وطرف معلقه قرفه، وتبدا تكملها برضو على لتر ميه وتوزعها على المسائل. جميله جدا للطيور، اقوى رافع مناعه طبيعي للطيور. الجنزبيل قوي جدا ما شاء الله، وبيكملوا القرفه، وبرضو زي ما قلنا موسع للشعب الهوائيه. ده كده حاجات كلها لرافع المناعه. طب انا كنت اصلا برفع المناعه ليه غير البرد؟ قلنا عشان التسييف. التسييف دلوقتي لو انت مش عارف الطير تعبان من ايه، انت لو انت شغال مع الطيور باستمرار ان انت ترفع مناعتهم، هتلاقي حجم الطيور عندك اصلا اتغير، والطيور بدات ان حجمها يبقى ما شاء الله مفرود، والطير واقف صدره كده ما شاء الله، وهتحس ان العصافير عندك فائت، بقى في نشاط في الدوره الدمويه، بقى في تنقيه للسموم من الدم، بقى في نسبه كوليسترول قليله في الدم، هنخفض نسبه الكوليسترول. كل الكلام دوت هنقدر ان احنا نظبطه من خلال رفع مناعه الطيور. والله يا جماعه كل دي فيديوهات موجوده على القناه، انا عاملها لوجه الله عشان انتوا تستفيدوا قسما بالله، وربنا يقدرني واقدر دايما افيد واساعد الناس. طيب النقطه اللي بعد كده، بعد التسييف اتكلمنا عن مضاد السموم، اتكلمنا عن خلطه التعفير، اتكلمنا عن المشروبات اللي قلنا هنعملها عشان رفع المناعه. كل دوت هيعالج معاك التسييف باذن الله. اخر حاجه في علاج التسييف، خلي التفاح وزيت الزيتون. خلي التفاح مطهر عام قوي جدا، هيطهر معاك امعاء الطيور، هيظبط معاك الاخراج، هيطهر اي بكتيريا معويه، هيطهر معاك اي مشكله داخل معده الطير، هيطهر الامعاء، هيحسن الهضم، هيحل مشاكل عسر الهضم، هيفتح شهيه الطيور. زيت الزيتون كذلك في اوميجا 3 واوميجا 6، في كمان مضادات اكسده، هيظبط معاك برضو حركه الامعاء. جميل يا باشا، كل ده جميل. حاول دايما تشتغل على انك تخلي الطير مظبوط ومفرود، مش انك يا اما يليس منك يا اما يخس منك، لا انا عايز الطير يبقى مظبوط، واقف كده مفرود، واقف صحته كويسه، واقف فايق، تلاقي العصفور كده بيبص حواليه كده عصفور فايق. طيب كده اتكلمنا عن معظم الحاجات دي، ننزل كده على اللي بعد كده. تمام. اخر حاجه عن التسييف هي الديدان. لازم نتاكد ان الطيور بتاعتنا ما عندهاش ديدان. الديدان مصيبه وبتبقى عدو خفي للطيور، وممكن كمان انت ما تبقاش عارف ان الطيور ديت عندها ديدان، وتلاقي الطيور وقفت عن الانتاج، وتلاقي الزغاليل بتموت عندك، وتلاقي الدنيا متبهدله، وكل ده بسبب الديدان. فطبعا انا عملت فيديو عن وجبات برضو هتساعدك ان انت تتخلص من الديدان اللي موجوده في معده الطير لو الطيور عندها ديدان، وكلها وجبات طبيعيه واعشاب ومشروبات طبيعيه. انا شغال بالحاجات الطبيعيه يا باشا، وجبات هتطرد معاك الديدان، واعشاب هتطرد معاك الديدان، وكمان مشروبات هتطرد معاك الديدان. هنقول لكم كده على مشروب منهم دلوقتي عشان اللي عنده تسييف يبدا يشتغل بالمشروب ده. فص توم اهرسه وحط، يعني اهرسه وكمله كوبايه ميه وقلبه ووزعه على لتر ميه وصفيه، وابدا قدم منه في المساء. فص توم، هتهرس فص التوم او تقسمه كذا اربع خمس اجزاء بحيث ان هو يبقى قطع صغيره. مجرد ما هرسته او قسمته وحطيت عليه الميه، ابدا قلبه كده، الفايده اللي في التوم اتنقلت في الميه. هتاخد الميه دي تنقلها في اللتر ميه، تمام، اللي عندك، وتبدا وانت بتقدم الميه للمسائي صفي بقى التوم، خلاص احنا مش عايزين التوم، وقدم الميه اللي فيها الفوائد بتاعت التوم دي. التوم طارد قوي جدا جدا للديدان. تمام. ده اول مشروب ممكن تشتغل بيه كرافع مناعه، كمضاد حيوي، كقاتل للديدان وطارد للديدان. تمام. وهتلاقوا الفيديو هينزل قريب ان شاء الله عن كل حاجه تخص طرد الديدان باذن الله. طيب بعد كده عندي استفسار عن البرد المزمن والاسهالات المستمره. تمام. ده انا شرحته خلاص دلوقتي، واحنا بنتكلم عن التسييف دخلنا كده في رفع المناعه، واتكلمنا عن البرد والاسهالات، وقلنا ان تدفئة الطيور اهم خطوة في العلاج. اهم خطوة في انك تعالج الطيور بتاعتك انك تدفي الطيور.
لو في اسهالات اعزل الطير، دف الطير، ابدا ادي للطير الروافع المناعه اللي احنا اشتغلنا بيها الطبيعيه، هتلاقي الطير بدا يتحسن معاك باذن الله. بس ابدا العلاج بدري. لو انت شاطر مع طيورك وبتلاحظ طيورك كل يوم، هتحس لو في طير غريب، لو مجرد ان هو عينه مقفله سنه واقف كمشان، ابدا اعالج على طول، اعزل دفي ابدا ادي روافع مناعه، هتلاقي الطير معاك ما شاء الله الدور ما زادش عليه او التعب زاد عليه. تمام. واتكلمنا كمان عن روافع المناعه والخل والزيت الزيتون. اخر حاجه مع تدفئه الطير، لازم طيورنا تتعرض للشمس. عشان نحمي طيورنا من البرد والاسهالات باستمرار، لازم طيورنا تتعرض للشمس. الشمس مهمه جدا لينا ولاولادنا وللطيور ولكل حاجه. ما ينفعش ان الطيور على طول بتاعتك تبقى ما بتشوفش الشمس. لو شباكها يتفتح والشمس تخش للطيور، لازم الشمس الطيور تشوف الشمس. يا جماعه موضوع مهم جدا. انا من خطوات العلاج ان انا بقول للي عنده طير مريض، عرض الطير ده نص ساعه للشمس يوميا. كل يوم بعد ما تدف الطير حطه في الشمس نص ساعه يوميا. تمام. طيب، علاج موت الفروخ بعد الفأس. علاج موت الفروخ بعد الفأس نفس اللي انا ذكرته. لو بنحط خلطة التعفير باستمرار على كل الوجبات الطرية للأهالي، لو بنحط خلطة مضاد السموم على خلطة الحبوب باستمرار للأهالي، كده انت منظف بطن الأهالي باستمرار. كده انت منظف بطن الأهالي، لا فيها بكتيريا ولا فطريات ولا جراثيم. كده الدنيا تمام مع الأهالي. طيب انت كمان بقى عايز تطمن أكتر والأهالي رقد على البيض، قبل ما البيض يفقس بعشر أيام كل أسبوع قدم مرة خلي تفاح. ثلاث نقط خلي تفاح على المسقة، مفيش اسهل من كده. ثلاث نقط خلي تفاح على المسقة مرة واحدة اسبوعيا. اتفرج يا باشا على طيورك وعلى جمال طيورك، سواء في الريش سواء في المناعة. ثواني يا دود، سواء في الريش سواء في المناعة سواء في صحة الطيور سواء في الاخراج، هتلاقي الطيور معاك زي الفل. في مشكلة كبيرة بتبقى اصلا موجودة اثناء رؤاد الزوج او اثناء رؤاد الانثى على البيض، لو بنتكلم عن الاسترالي، وهي ان الانثى بتخزن فضلاتها لفتره كبيره. فخلي التفاح هيساعدك ان هو يطرد اي سموم ويطهر الامعاء، لان هي مثلا بتعمل فضلات كل 6-7 ساعات. فاحنا عايزين نطمن ان الانثى ما يحصلهاش اي مشكله. ودايما بنلاقي هواه بتقول الانثى ماتت وهي راقده على البيض، وما يعرفوش ماتت من ايه. ماتت يا اما برد، يا اما اتسممت بسبب الفضلات، او ان هي عندها مشكله معويه. دي بتبقى اهم الاسباب اللي بتخلي الانثى تموت وهي راقده على البيض. خرجت زي ده اللي انا بقوله بقى، خرجت خدت تيار هواء، او الاكل مش مظبوط وفي سموم فطريه وهي بتخزن الفضلات، كل دوت تسبب ان يبدا يبقى فيه مشكله معويه عند الانثى، وبدات ان الانثى يحصل عندها زي تسمم كده بسبب الفضلات، وان الفضلات فيها نسبة بكتيريا كتير وفطريات ادت الى موت الانثى. فربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب. اخر حاجة، الفروخ ضعيفة تحت الاهالي. كان في حد صديق على القناة متابع كان باعت، هو تقريبا مش مصري، بيقول ان عنده جوز بلاك وينج، وان عنده الفروخ الفروخ اللي تحتهم ضعيفة جدا. طيب لو الزوج ده اول شغل، تمام، فممكن يبقى تاكيله ضعيف، شيء طبيعي. لو الزوج البلاك وينج اول شغل، فممكن يبقى تاكيله ضعيف. عندك حلين وانا قلتهم لك على القناه، يا اما هتنقل الفروخ دي تحضنها تحت زوج عندك يكون تاكيله كويس وتكون اشتغل قبل كده وانت عارف ان تاكيله كويس، بس طبعا لازم يبقى تحته فروخ في نفس السن. هتنقل تحته الفروخ دي، يبدا ان هو يهتم بالتغذيه بتاعتها ويقدم لها لبه كويسه، وتبدا ان الايه الفروخ حجمها يزيد معاك. طيب تاني حاجه، لو الزوج دوت تاكيله ضعيف، ماشي، انت اهتم بالتغذيه بتاعته، اهتم بالتغذيه بتاعته، واهتم ان انت تضيف خلطه التعفير على الطري، سواء بتقدم له بيض او بتقدم له منقوع، وعلى الحبوب سواء على مضاد السموم على الحبوب. هتلاقي الطير معاك لو عنده اي مشاكل او بكتيريا او فطريات وهو بياكل الزغاليل، والزغاليل بدات تتاثر،
تمام وتتعب منك اللي هي الفروخ، لا هيبدأ ان هم يظبطوا معاك ان شاء الله بالحاجات الطبيعية اللي احنا هنضيفها على الاكل، وهتبدأ الفروخ معاك تزيد بإذن الله. اخر حاجة معانا عشان الفيديو طول قوي، ولو انتم محتاجين نعمل بث مباشر زي ده كده ونجاوب على كل استفساراتكم بمنتهى التفصيل، ونحاول نشرح لكم سلوكيات الطيور وازاي نتعامل مع الطيور، انا تحت امركم. لو لقيت ان في تفاعل مع الفيديو ده باذن الله، الفيديو ما شاء الله في كمية معلومات كبيرة، بس يا دودو في كمية معلومات كبيرة هتفيد ناس كتير، ناس كتير بتعاني من المشاكل دي اللي احنا ذكرناها. ان شاء الله باذن الله نحدد ميعاد لبث مباشر ونجاوب على كل استفساراتكم باذن الله. وانا والله مش بستنى ان انا اعمل الفيديو، انا اي حد بيبعت لي استفسار برد عليه بمنتهى التفصيل في التعليقات، لو هكتب له 10 تعليقات اشرح له فيهم، المهم ان انا اوضح له كل حاجه. وطبعا بحط له لينكات الفيديوهات اللي من خلالها يقدر ان هو يرجع للفيديو اللي هيفيده اللي فيه الشرح كامل. اتكلمنا خلاص عن الفروخ ده فتحت الاهالي هنعمل ايه، تمام. ولازم دايما يبقى عندنا ازواج حضين عشان المشكله دي، لما يبقى عندك ازواج حضين هتقدر ان انت تحل المشكله في ساعتها وتنقل الفروخ تحت زوج حضين قوي يقدر ان هو يقوم لك الفروخ ويخلي الفروخ صحتها كويسه. اخر حاجه معانا كان حد بيسال على وقت فطام الفروخ. وقت فطام الفروخ مش ثابت، احنا هنقول في الاسترالي من 30 ل 35 يوم، من 30 ل 35 يوم. في فرخ بياكل لوحده هو 25 يوم، وفي فرخ ما بياكلش لوحده الا لما يوصل 40 يوم. فاحنا كده مش هنقدر نحدد الا ما نشوف العصفور قدامنا الفرخ بياكل لوحده. لما تلاقي الفرخ بياكل لوحده افطم الفرخ. طيب الفرخ اللي انت ما شفتوش بياكل لوحده خالص، اما انك تحطه في حضانه ملاصقه لقفص الاهالي بحيث ان الاهالي تاكله، لو عايز الاهالي يبداوا معش جديد او خايف عليه من الافتراس حضانه يا باشا. وانا شارح فيديو عن اهم مشاكل التحضين وازاي ان احنا نحط حضانه ونستخدم الحضانه، والحضانه هتريحنا من مشاكل كتير جدا مع الازواج. ابدا ان انت هات حضانه حطها ملاصقه لقفص الاهالي، وكمان الوقت بقى فيه عيون معاها حضانات، يعني العين بفاصل جزء للاهالي وجزء للحضانات. ابدا ان انت سيبه في الحضانه وحط له اكل برده وميه في الحضانه لحد ما تلاقي ان الفرخ بدا ياكل، وكمان الاهالي تساعده، وانت لو عايز تساعده تاكيل يدوي ساعده لحد ما تلاقي ان الفرخ بدا ياكل لوحده يا باشا، يبدا يفطم الفرخ بالطريقه اللي احنا ذكرناها في اول الفيديو. يبقى ده الوقت المثالي لفطام الفروخ، الوقت المثالي لفطام الفروخ لما الفروخ تبقى قادره على انها تاكل لوحدها بس يا دود. طيب استاذه سالتني عن السيبيا، لو لاحظتم انا ما بستخدمش سيبيا نهائي بقالي سنين، يعني لو جبتوا الفيديوهات من سنتين ثلاثة على القناة انا مش بستخدم السيبيا، انا بستخدم خلطة التحديق. وانا عملت فيديو عن خلطة التحديق وايه فوائدها وايه مكوناتها وازاي ان احنا نستفيد من خلطة التحديق كفرش للعشوش كمان، ونقدمها كتحديق للانثى اثناء الرعد على البيض. وكمان خلطة التحديق هتشتغل معانا ان هي تسحب الرطوبة اللي هي الصدف بالمكونات الزيادة اللي عليه بالجير المطفي بالكلام ده كله، بكل مكونات خلطة التحديق هتريحنا من الكساح، ان شاء الله ما يبقاش فيه كساح، لان الصدف بيخلي العصفور الفرخ رجله ما تتفتحش بالطريقة اللي تسبب كساح، ومتخليش فيه فضلات كتير يعني بتمتص المية اللي موجودة في الفضلات، وقلنا هتمتص الرطوبة هتريحنا من الكساح هتريحنا من التمليح. لو الزوج على طول قدامه خلطة التحديق ان شاء الله الزوج ده مش هيبقى محتاج يملح، ده كمان خلطة التحديق هتزود معاك عدد البيض عند الزوج. يبقى خلطة التحديق ما شاء الله انا شايفها بالنسبة لي احسن من السيبيا بكتير. طيب الاستاذة اللي بتستخدم سيبيا، السيبيا ممكن ان احنا نطهرها باننا نجردها كده بسكينة ونبدأ ان احنا نغسلها بمية عليها فيركون اس ونحطها في الشمس لحد ما تنشف تماما وميبقاش فيها اي رطوبة، بعد كده ممكن نقدمها للزوج نعلقها في المشبك عادي جدا، بس لازم نغسلها كويس بمية عليها فيركون اس. المية اللي عليها فيركون اس ديت هتموت معانا اي ميكروبات او اي فيروسات كمان او اي بكتيريا موجودة في السيبيا،
وكمان ان شاء الله لما تحطها في الشمس انت كده بتنشف الميه تماما، بحيث ان السيبيا ديت لا يطولها عفن ولا يطولها اي حاجه، مجرد ان انت حطيتها في الشمس ونشفت معاك تماما ابدا يا باشا قدمها للطيور، وان شاء الله مش هيبقى فيها اي مشكله. كده جاوبت على كل الاستفسارات اللي انا كنت محضرها. معلش الفيديو طول مني، بس المعلومات كتير والواحد والله نفسه يقول لكم على كل حاجه وبيحاول يساعدكم على قد ما يقدر. اكتبوا لي في التعليقات لو عايزين نعمل بث مباشر للرد على الاستفسارات. وشكرا ليكم، اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هوى عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.